الآن بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 23 أمشير الكنيسة بتحتفل باستشهاد القديس أوسايوس ابن القديس واسيليدس الوزير. أوسايوس ده كان راجل مركزه كبير في الجيش، لأنه مش بس كان أبوه وزير، لكن كان كمان جوز عمته يبقى الإمبراطور نوماريوس اللي هو قبل دقلديانوس، وكان مسيحي، عيلة مسيحية. وبعد كده دقلديانوس كان أصلا عامل في القصر، ويقال إن هو كان عامل في الإسطبل. اتجوزته بنت الإمبراطور، وعندها بقى هو الإمبراطور. وكان وقتها العيلة كلها في الجيش، اللي كان من ضمنهم يوستوس ابن الملك نوماريوس، اللي هو كان مفروض لما يموت أبوه الملك نوماريوس ياخد هو الحكم. وملك نوماريوس ده مات في حرب، وكانوا هما بيحاربوا وقتها الفرس. قدروا ان هما ينتصروا، ورجعت العيلة كلها، اللي هو بقى القديس أوسايوس وأبادير ويوستوس وإقلاديوس، دي كانت العيلة الحاكمة الملكة. فاستقبلهم دقلديانوس بكل حفاوة في البداية، لكن وقتها كان واسيليدس بعت قال لهم خلي بالكم الإمبراطور بقى دقلديانوس وأعلن الحرب على المسيحية. فهم قبل ما يرجعوا قعدوا مع بعض واتفقوا، قالوا إني لو حصل إني اتخيرنا بين المسيح ولا الملك بتاعنا إحنا هنقدم حياتنا. لما رجع بقى وهو كان بكل صفاقة دقلديانوس بقى عرض عليهم انهم يعبدوا الاوثان ويفضلوا على اوضاعهم في الجيوش، انهم قواد الجيوش. فيقولوا اني أوسايوس ده اتنرفز ورفع السيف علشان يقتلوا، هرب دقلديانوس. وبعدين والده اللي هو الوزير واسيليدس قال له يعني انت كنت عايز تسفك دمك على اسم المسيح، خلاص بقى سيب الملك والحكم ليه. وفعلا لكن دقلديانوس لما هرب بعت امر ان يتقبض على أوسايوس، وقبضوا عليه وودوه لمصر. مصر كانت مشهوره انها فيها اكتر ناس بتقدر انها تؤلم وتعذب الشهداء. راح على مصر، وعندها راح الوالي قعد يعذب فيه. ظهر له الملاك وشفاه كذا مرة، وهناك اشتاء ان هو يقدم حياته للمسيح، وقطعوا راسه واستشهد. تقول لي ايه ده؟ كان ممكن يعيش مسيحي وخلاص بقى. اقول لك اذا كان المسيح وصاياه غير مفعلة في حياتنا نبقى ازاي مسيحيين؟ الشهداء والقديسين هما اللي بيقفوا قدام منا وبنرى فيهم وصايا المسيح فعلية. ايه اللي يخلينا نقول ان الكتاب المقدس ده كلمات لا يمكن ان تتم الشيطان، لكن الكنيسة تقول لنا تعال خش الكنيسة اوريك ازاي ان كل كلمة قالها المسيح بتتم في القديسين. فربنا قال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يجي بقى بصورة بشرية نقول صعب، فييجوا القديسين يقولوا لا احنا عملنا كده ولما تبعناه وجدنا الحياة. عملتوا ايه؟ يقولوا أنكرنا ذاتنا، قدمنا حياتنا، استشهدنا لما طلب منا كده. يقول ربنا يسوع من أراد أن يخلص نفسه يهلكها،
ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. نقول له الكلام ده صعب، إزاي أقدم نفسي بالصورة دي؟ يقف القديس ولا الشهيد يقول أنا عملت كده ووجدتها، لما قدمت له حياتي وجدتها. يجي المسيح يقول كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. نقول له صعب. يقول طيب بص على اللي ترك لقى ولا إيه. راح له مرة شاب غني، يقول كده راح وسجد وقال المسيح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ بص له كده المسيح وحبه قوي وقال له روح بيع كل أملاكك واعطي الفقراء واتبعني. يقول مضى هذا الشاب مغتما للقول، يعني متضايق قوي لأنه كان ذو أموال كثيرة. نقول طب يا رب ليه طلبت ده؟ يقول لأن لو كان عمل كده كان وجد نفسه، لو كان استطاع أنه يترك كان لأ. عشان كده الاختيار الدائم اللي بيحطه قدامنا العالم، مستعد أنك تكون إنسان سماوي مسيحي، ولا أنت عايز تكون دايما أرضي بتلف حوالين أمور الأرضية؟ اوعى تظن أن ده هيشبعك. تقول لي آه بس أنا عايش في الأرض. أقول لك مين قال المسيح قال لك أنك ما تعيش في الأرض، بل بالعكس هو يعطي سعادة كاملة لكل من يدخل ويملأه. أنت متخيل أن ده هيدي كآبة وضيق وحزن؟ أبداً. روح اسأل حد من الآباء اللي ترك لأجله، قول له أنت عايش سعيد. واسأل حد اللي تمسك بالعالم، قول له عايش سعيد. أنت مستعد أنك تقدم إلى أي حد؟ هو يقول لك تعالى اتقابل معايا، تدي له وقت لحد امتى؟ تقول له كفايه عليك مزمورين الصبح وبالليل، ولا بتقول له انا مستعد اسهر معاك طول الليل، مستعد اديك طول العمر؟ قلت لك قبل كده ان مشكله الملحدين انهم ما كانوش قادرين يخرجوا بره ذاتهم لله، فانحصروا في ذاتهم وماتوا. انت مستعد تقدم له قد ايه؟ بتقدم اموالك قد ايه؟ تقول له عشور وبس، ولا لو لقيت فقير حتى وانت دفعت العشور بتقدم؟ مستعد تقدم كل اموالك لاجله؟ لاجله. مستعد انك تتنازل عن ذاتك لاجله؟ تقدم حياتك؟ تقول لي اه بس ده كده معناها ان انا بابذل كل شيء. اقول لك ما انت هتاخد ما لا نهايه. خفت ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. نحن الأحياء نسلم دائما الموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا المائت. معك لا أريد شيئا على الأرض. أنت قادر تعيش ده؟ قادر يكون هو الأول في كل شيء؟ من أحب أب أو أم أو ابنة أو أخت أو أبناء أكثر مني لا يستحقني. قادر تعيش كده؟ التلاميذ تركوا كل شيء وتبعوه، تركوا سفن، تركوا عمل. ماري متى ترك كل أمواله، زكى، قال مستعد أقدم كل، أقدم ربع أموالي، وإذا كنت ظلمت حد كمان أقدمها له. السامرية تركت الجارة بتاعتها وجريت. يقول كده ماري بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، ماذا يكون لنا؟ القضية المهمة بقى، إذا كنت تبحث عن السعادة، إن كنت تبحث عن الوجود، اعرف ماذا يكون ليك. يقول كده المسيح كل من ترك بيوت أو إخوة أو أخوات أو أب أو امرأة أو أم أو أولاد أو حقول مادة لأجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث حياة أبدية. اوزنها بقى. أنت متمسك بالتراب لحد إيه؟ لحد ما تموت وتبقى أنت كمان شوية تراب؟ أغسطينوس يقول كده ليتنا لا نتحول إلى تراب بتنازعنا على أمور ترابية. يقول بولس الرسول إني أحسب كل شيء خسارة من أجل معرفة المسيح، خسرت كل الأشياء أنا أحسبها نفاية. يعني أوعى تظن اللي بيقدم ده لأجل المسيح بيقعد يتضايق. أقول لك أبدا، رؤية المسيح بقى حينما تترك تراه، وحينما تعطي تأخذ أعظم. لازم تفهم ده كويس. مرة جه أنبأ أرسانيوس معلم ألواد ملوك، واحد مسؤول قضائي من المحكمة ومعاه حكم محكمة، فين أنبأ أرسانيوس؟ جابوه له، قال له أنا من القضاء، عايز إيه؟ قال واحد قريبك غني جدا مات
وكتب لك كل ثروته. أم برسانوس قال له هات الورقة اديها له، فهيقطعها. فمسك رجليه قال له أرجوك لو قطعتها أنا ممكن أتعدم. فقال له قل لهم أنا قد مت قبله، مالي أنا ومقتنيات العالم، أنا قد مت قبله. في تاريخ أوروبا يحكوا على قصة غريبة جدا، واحد إمبراطور أسبانيا سنة قعد إمبراطور من 1500، هو اتولد 1500 وساب العرش 1558، اسمه شارل الأول. هذا الإمبراطور لما قعد على العرش كان كل همه أن يوسع الإمبراطورية بتاعته، حارب بلاد وانتصر، حتى أن وقتها أسبانيا أصبحت أنها سيدة أوروبا. في العصر ده يقول كانت مملكته لا تغرب عنها الشمس، غني جدا، أموال وصور. وفجأة هذا الإمبراطور راح قلع التاج وحطه على الكرسي على العرش، وخلع هدومه ولبس هدوم فلاح، وجري آخر حتة يقدر يوصلوا له فيها، قعد في كوخ جنب كنيسة وعاش سنتين في هذا الكوخ لا يرى وجه إنسان، بيصلي ويروح يتناول ويرجع، وبعدين مات. إيه ده؟ عمل كده ليه؟ محدش يعرف، لكن اللي اختبر المسيح يعرف إن الأرض تاكل تستهلكك. عايز تشعر بسعادة بجد خليك متحرر من الأمور المادية، ما تخليش المادة تسيطر عليك، ما تخليش الملك يسيطر عليك، السلطة، ما تخليش الذات تسيطر عليك. عشان كده المسيح قال من أراد أن يتبعني ينكر ذاته، يقدر أنه يخرج برا هذه القيود. أنت عايز تتبعه لحد إيه؟ وعشان تاخد إيه؟ أنت بتمشي وراه عشان تاكل وتشرب ويديك فلوس زي المسيح بعد ما عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين؟ لقى ناس كتير ماشية وراه، فقال لهم دول مش ماشيين ورايا علشان مؤمنين، دول عايزين يأكلوا. أنت بتعمل كده؟ أنت بتصلي وبعدين تفتح إيدك تقول له فين؟ اديتني إيه؟ ابن الإنسان ليس له من أين يسند رأسه. أنت مستعد تتبعه إلى أي درجة حتى تقدم ذاتك كاملا بجدية وبحب، ولا أنت مش قادر تقدم إلا في حدود مادية معينة؟ أنت قادر تشوفه؟ أنت بتحبه؟ أنت مستعد تتحد بيه إلى أي صورة حتى وإن مت علشان تحيا فيه؟ بولس الرسول قال كده، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. عايز تاخد نفسك ولا تاخد المسيح؟ عايز تاخد ملامحك اللي من الأرض، ولا مستعد أنك تاخد ملامح المسيح اللي انطبعت فيك بالمعمودية واللي بتنمو فيك يوم ورا يوم لما تتنازل عن ملامحك الشخصية وتاخد ملامحه هو؟ النهاردة وإحنا بنحتفل بهذا القديس الشهيد بننظر أيضا إلى أن هؤلاء وضعوا الإنجيل فعليا في حياتهم. أما أنت، الوصية ليها أي صورة في حياتك مستعد أن تتممها؟ لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.